سلام بنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديدة. اليوم ان شاء الله غادي نديرو بسبوسة طبقات اللي فيها اللي وسط منها غادي تجي لا كريم. فغادي نحتاجو البسبوسة، غنحتاجو ليها كاس ديال العنبة، ديال زيت الرومية مع الزبدة. ما عندكش زبدة تقدري ديري غير الزيت، ماشي اشكال. جوج كيسان ديال السميدة، كاس ديال سنيدة، جوج كيسان ديال دانون، ثلاثة ديال البيضات، واحد لافاني انا كيعجبني ديال الزهر كيجي احسن، وواحد وجوج خمارات. الكريمه كما قلت لكم غادي نبداو منين ندير هذا الطيب. غادي نديرو الطبقه الاولى الطيب، وغادي نديرو لا كريم، وغنعاودو نديرو الطبقه الثانيه باش الطيب بمره. الطبقه الثانيه كما قلت لكم انا غادي نوجد هذه الطبقه هذه وندوزو الكريمه ونعطيكم المقادير ديالها. كما شفتوا البنات، شوفوا القوام ديالها كيجي خفيف. دابا غادي ندوزو نوجدو نديروها في المول. كما شفتوا البنات، من بعد ما دهنا المول الزيت ولا الزبده ولا اللي عندكم، دردرنا عليه شويه ديال السميده غليظه. دابا غنديروا نص ديال المقدار ديال هذا، كما شفتوا هو نص ديال المقدار ديالو. صافي، دابا غادي ندخلوها للفران على درجه حراره 180. غطيب على مهل، غطيب غير من التحت، ما تحمرش، غير تجمع راسها وطيب من التحت. غادي ودابا غادي ندوزو باش نوجدو الكريمه اللي غادي تكون في الوسط. البنات كما غادي تشوفوا هنايا، حنا دزنا الكريمه اللي غادي نحتاجو ليها نص لتر ديال الحليب، جوج معالق ديال ثلاثه معالق ديال السكر سنيده، ثلاثه المعالق ديال المايزينا اللي غادي نديروا هاد ثلاثه المكونات فوق النار حتى يتعقد. وغادي نزيدوا لها غادي نزيدوا ليها واحد دانون مسوس، جوج فرماجات، وكما كتعرفوا واحد لافاني اللي غادي نديروا مع السكر في الاول. خليكم معايا باش تشوفوا الطريقه. كما كتشوفوا هنا، من بعد ما خلطناها غادي نديروها فوق النار وغنرجع لكم. البنات كما غادي تشوفوا هنايا، الكريمه ها هي وجدات، القوام ديالها ثقيل. غادي نضيفوا لها واحد دانون مسوس، وغنضيفوا جوج فرماجات، وغنحركوا هادشي كامل مع بعضو. بنات كيما غادي تشوفوا، هادي الطبقه الاولى خرجناها، غنضيف عليها الطبقه الثانيه. كيما غتشوفوا البنات، هنا الطبقه هي وجدات. غادي ندخلوها الفران 5 ديال الدقائق، وغادي نخرجوها باش نضيفوا الطبقه الثالثه. البنات ها هو المرمى، المرمى دخلناه للفران
خمسة دقائق تقريبا شاد راسو صافي. دابا غادي نضيفو الخليط اللي بقى لينا صافي. بهكذا كتكون الطبقه ديالنا الاخرى حطيناها. هنا غادي نزينوها شويه ديال اللوز تقدري تزينيها بكركاع تقدري تزينيها ب اللي بغيتي بالكوكو في الوجه اللي بغيتي تزينيها زينه. كما غادي تشوفوا انا هكا غادي ندخلها للفران وغادي نرجع لكم. بنات كما غادي تشوفوا معايا ها هي البسبوسه ديالي خرجات. غادي نسقيها بكاس ديال الليمون كتجي فيها الصراحة واحد البنة خطيرة غزالة غزالة بزاف. غنكمل هاد الكاس اللي بقى صافي وغادي نخليوها هكا حتى تشرب هذاك الليمون كامل وغادي نتلاقاو باش تشوفوا النتيجة النهائية.